تسعى رفات بشير جميل حافظ الأسر كمال جملة سليمان فرنجي كمين شمعون رنو إدي لاني شمعون بيير جميل ياسر كيس إمام موسى الصدر سعد حتان أمين جميل إلي حبيقة نبيه بري وليد جنبلاط ميشيل عون سمير جعجع وغيرهم كتير أبطال الحرب اللبنانية يعني أبطال بالنسبة لحد 30 سنة نركض ورا هذا والناصر هداك سوق من الأفكار والإيديولوجيات اللي قتيل واللي انسجن واللي انفى اللي عبى جيبته مصالح واللي سجله مليان عمال وتغيير مواقف وبفتخر اني لبناني وبفتخر اني ازكى شعوب الارض اظبط فلسطيني اسرائيلي سوريا أمريكا، إيران، ليبيا، السعودية، العراق، الصومال، مصر، روسيا، ألمانيا، بلجيكا، فرنسا وغيرهم كمان لعبوا فينا مثل الدمى لألف مصلحة وسبب وبعدنا بندعي نحن أنا بدي أعمل محامي الشيطان تنقول مزبوط في قضية هيك تنعمل مشوار صغير بزرق بنبلش بحرب السنتين من بوسطة عين الرمان المفتعلة مرورا بحرب الفنادق الشهيرة والمعارك اليومية ضاعت القضية بين سرقة ونهب اغتصابات ودخل لبنان بموسوعة جينيس لأكبر عملية سرقة بالتاريخ المعاصر 20 مليون دولار لاعبين الفلسطيني بحجة تحرير أرضه وين ببيروت والكتائب والأحرار والاشتراكي وأمل والشيوعي اللي بلشوا بقضية وانتهوا بما بعرف وين أجازر الدمور والجبل شو بسميها؟ فشة خلق إذا طلع خلق شي زعيم بشن حرب على النساء والأطفال بركي ما كان قادر على الرجال مثل عادته الحق مش علي الحق علي بلا شخصية اللي حملوا سلاح البغض والغيرة متأثرين بزعامته صبرة وشتيلة لاي إسرائيل حبيقة المسيحي سوريا أو تصرفات الفلسطين الاستفزازية قتيل بليلة ما فيها ضوء قمر ايه فيها ضوء اسرائيل اصطناعي بس نحكي عن حرب المخيمات قتلوا بعض كرمال زعامة المنطقة اي منطقة طيب تنقول الحرب مذهبية قضيتها الدفاع عن النفس ايش الصفرة واهدم بين الكتائب والاحرار والمردة وصدامات المنطقة الغربية بين أحزاب الحركة الوطنية ليش انتفاضة القوات بين جعجع وحبيقة والمخدرات أكثر من الخبز والشباب كانت تنرمى طيبة عن الجسور ليش حزب الله وأمل حول الضاحي لجتت من نفس الملة ونفس المذهب الأخوان جوا بالضاحي بعضهم حيذبحوا بعضهم كلنا اسلام موحدين بالله ليش حزب الله مبارح كان العدو الاول لسوريا اللي سفك الدم شباب وصلحت امل ضده يا حزب ضد الله ضلوا لك يا كريم لقوات بره اجت ولا وعفت لك كلب يا مثل الكلب وضم نار تحت فريسته كل ما انطفي واليوم اليوم حزب الله هو المناصر الأول لسوريا نسويوية حافظ الأسد نسويوية بشار الأسد نسويوية
الجيش العربي المقاوم الذي كان معنا وما زال. ليش الخي قتل خيه والابن بيه بمعارك ما يسمى بالإلغاء والتحرير؟ لطخات كبيرة بتاريخ لبنان وتحطمت القضية لتتحول لقضايا مبعثرة. الرابح الأول والأخير هو المحرك الروحي الخبيث يلي عم يحصد أرواحنا بعد ما يحصد أجساد. الموت لأمريكا وتلازم المسارين السوري واللبناني لدحر العدو الصهيوني دخلكن؟ هاي ما تختلفوا وهني عم يلعبوا ريسك. أعطيني لبنان بعطيك العراق، خذ الجولان واعطيني لبنان. الحمص اللي منلون سهراتنا بالتنكيت عليه نكت علينا بالفعل باستثمار أنانيتنا وطمع السلطة والمال. قلولي مين الذكي ومين الغشيم؟ شي مرة سألته سؤال، مين سلح كل هالمعارك بين ليل وضحاها؟ وضحكوا علينا بشعارات العروبة والقضية الفلسطينية وهني أول بينسفك دم الفلسطيني بالأردن ومصر وسوريا، وزبطوا الطابي بملعبنا باسم العروبة. العروبة كذبة العصر، بتزين طاولات العرب بالذهب والبلايين بينما الوحوش الضارية والتحالفات الخبيثة عم تشق أوتوسترادات تحت الطاولة. كلنا مذنبين، كلنا غلطنا وكلنا خسرنا. دفعنا كتير ورح ندفع أكتر إذا ضل دارج التسفيت قدام البيوت قبل كل انتخابات نيابية وبلدية، والنزيه يقعد ببيته ما إله محل. أنا مشارك بالحرب حتى لو ما حملت سلاح. أنا مشارك بالحرب حتى لو ما حملت سلاح. أنا مشارك بالحرب كل مرة انتخبت لمصلحة شخصية. اللي عم تدفع له معاشه ما عم يكفيه تيعمر القصور ويطول صفوف المواكب والناس اللي بتطلع من شبابيك السيارات وسلاحها بوجهك. الخادم تآمر على سيده، حقه معاشه قليل. خيانة سوسة بتبلش صغيرة بمجرد تبادل خدمات، واسطة وظيفة بالدولة وصاحب الكفاءة بيقعد ببيته مش مسنود، وبتوصل لعند بيع مرتك لشي زعيم للوصول لمركز تمثيل الشعب. بشار الأسد. يا مسكين يا الشعب، شو مباع ونشرى على حسابك وبعدك بتبايع اللي باعك؟ الخلف المستقبل بيسود بوجهي كل ما بشوف تجذر الإقطاعية السياسية بمجتمعنا. بعدنا منسمي زعيم وشيخ وبيك وسيدنا ومنرفع صورهم ومنبوس أيديهم. ابن النايب نايب، إذا مش نايب وزير، وإذا مش وزير مدير عام. عيب، نايب هو خادم أنت عم تدفع له تيمسك بالبرلمان. الوزير هو عالم وخبير أنت استأجرته تينظم لك مجتمعك. أنت صاحب القرار، انت رب البيت. سور تمرد مش على الطغيان السوري ولا على الفجور الإسرائيلي، تمرد على الطمع اللي فيك. عمل ثورة داخلية، عدوك داخل بيتك داخل نفسك بيتمثل بالشهوات والتسلط وحب الظهور. بلش بنفسك بالأول وبعدين نظف انتماءاتك أكانت دينية أو سياسية وبنيها على الصخر وتشوف كيف ولا عدو يخرقك، لأنه سلاحك الحق والمصلحة العامة. أنت يا مسلم ويا مسيحي فكرين إذا محيطوا بعض توصلوا لعيش هني؟ أي عيش هني؟ شوفوا التخلف والظلم والفقر والتسلط والجهل، ومن تاني ميلي فقدان القيم والهوية وتدهور العائلة. مجتمع رايح على ظلام نفسي بيوصل للانتحار. سوا فينا نعمل توازن، سوا فينا نتطور ونحافظ على قيمنا الشرقية وحقوق الإنسان اللي بتسوى مال الكون. سوا منصنع سواعد فولاذية بتغنينا عن أي سلاح للدفاع عن لبنان وتأمين مستقبل نظيف لأولادنا. تعوا نشبك السواعد لنعمر أحلى بلد
يغاروا منه الغربيين والشرقيين، تتمثل فيه كل دولة فيها اختلاف عرقي أو مذهبي. تعوا نكون رسالة أكتر من وطن، تعوا نحب ونحب، هيدا هو مصدر السعادة، مش المال ولا السلطة ولا الشهرة اللي برهنوا عن فشلهم بإسعاد الإنسان. الحب هو المناعة، الحب هو السلاح، أرخص السلاح. حولكم بلدنا بيمشي بلا وصاية خارجية، حولكم وصلنا لنضوج بيخولنا نمشي لوحدنا. بترك الجواب لضميركم وللزمن.